السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم تاني في طمنا عليك والنهاردة هنخش في بيت القصيد الرسائل اللي بتجيلنا دكتور أنا تعبان جسمي مكسر مش قادر مش مستحمل عندي تعب عندي صداع بيقولوا عليه يا دكتور الصداع العصبي التشنجي باخد كتير من الحبوب المسكنة أو الحبوب كذا لكن الحقيقة مفيش فايدة وكمان جسمي ما بقدرش أشيل الصبح ما بقدر مش قادر اقوم اتحرك عندي حاجه دكتور يمكن انا سمعتها او اتكلموا عليها اللي اسمها التوهم او التوهن يا انا يعني متوهم يا يعني انا الاثنين ولا في ايه رسائل كتيره جدا بالجنة بس الحكايه انا عندي وهم مش قادر اقوم او يمكن عندي وهم مش قادر اقوم الحكايه دكتور تعالى او يلا بينا نسمع الحكايه من اولها زي ما وعدتكم قبل كده ان احنا هنتكلم على بيت القصيد او الخليه الخليه وبيوت الطاقه يعني ايه الخليه ويعني بيوت الطاقه هقول لك ما تقلقش الخليه زي ما قلنا هي الاساس الاول اللي بيتكون فيه كل حاجه اللي بتتكون فيه كل حاجه الخليه دي عباره عن مصنع كبير قوي سبحان الله فيه كل الصفات وفي كل الحاجات وفيها كل الشفرات بتاعت جسمك كله واللي بياخد الحكايه دي وبينقلها هو اللي بنسميه الميتوكوندريا او بيوت الطاقه هي اللي بتاخد الكلام ده وبعدين تعمله طاقه وبعدين بتوزعه على الحاجات التانيه الحكايه بتبدا من ان انا قلت الجسم ايه لذلك النهارده بقولك في الحلقه اسمع جسمك وصدقه لما يقولك انا عندي صداع والصداع ده مش لاقي له حل لما يقول لك انا عندي وهن ومش قادر اقوم وعملت تحاليل كتير جدا وجسمي مكسر وعضم مش قادر وكذا 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 ودخلنا في حكايه كتير قوي ومش قادر اقوم مش عارف اتحرك و تعالى هنا هقول لك لو سمحت اركن دقيقه واحده معايا ويلا بينا نعرف الحكايه من اولها ايه الحكايه بدات من لما حد اسمه روبرت هوك اكتشف الخليه سنه 1665 فضل يشتغل عليها ويصورها ولقاها ان هي عباره عن مدينه كبيره جدا فيها حاجات سبحان الله حاجات عجيبه جدا بتنتج فيها كل حاجه بتنتج فيها الاشارات وبتنتج فيها تكوين النواه وبتنتج فيها قصص كتير جدا انا مش عايز اخش في شكل ايه بتاع الكيمياء شويه. وبعد كده في سنه 1910 جم اثبتوا ان الخليه دي في حد ساعه البريد بيقوم يوزع البريد بتاع كل حاجه لوحديها. اللي هي بنسميها بيوت الطاقه، البيت اللي بتنتج الطاقه. هي مسؤولة عن انتاج حوالي 90% من الطاقه. مسؤولة عن ان هي توزع كل حته عايزه الحاجه الفلانيه اتفضلي الطاقه بتاعتي. يعني النهارده القلب بيقول انا عايز النهارده عشان هطلع السلم وعلشان هروح الشغل وعلشان هقدر اركز فعايز نسبه طاقه مثلا 20%. تقوم هي بعتها له 20% العقل عايز نسبه كذا عشان هشتغل واعمل تفكير وكل واحد حسب مكانه حسب اجهاده لموضوعه اللي انا بشتغل فيه بحرق طاقه قد ايه كذا طب خد بتسلمه الطاقه وزي ما قلنا الحكايه بتبدا بالرسايل اللي انت بتوصلها لنفسك وبناء عليه الخليه بتترجم الرساله وبناء عليه الطاقه بتبعت الكلام سهل ولا صعب نقول بطريقه اسهل الرساله اللي انت بتقولها لنفسك يا اما رساله ايجابيه زي ما قلنا في المره اللي فاتت انا كويس وهقدر وكذا بناء عليه على الكلمتين الحلوين دول انا هقدر بكره اروح المشوار وهقدر اروح بكره الشغل واقدر واعمل واقول وكذا بتقوم تقول ده يوازي قد ايه ده انت عايز مثلا ب 150 كالوري طاقه علشان توزع كذا فيقوم الخليه تنتج لك حبه الطاقه دي وتروح جايه البيوت الطاقه نقلاها اتفضل يا قلب ادي ال 20 كالوري اللي انت عايزه اتفضل يا معده ادي الحبه اللي انت تشتغل بيها اتفضل طب الثاني بقى اللي هو بيقول لها انا مش قادر وخامل وكذا 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 هتصرف له طاقه ليه بتروح حملة ايه موفره الطاقه تركنها وخلي بالك الطاقه دي بتبقى طاقه مهدره يا اما طاقه متعبه انا ما بنتجش وانا ربنا خلقني عشان انتج فانت خليت الحد اللي هو كان شغال فيك بإرادة من الله سبحانه وتعالى خليته عاطل، يعني حضرتك بتحول الخلية دي اللي ربنا عملها عشان انتاج، الخلية دي اللي بتكلم عليها مدينة، مدينة كبيرة يمكن إن شاء الله هبقى أقول لكم صور ليها علشان نكتشف المدينة وما فيها من عظمة الله سبحانه وتعالى. وزي ما قلنا المدينة دي بتأثر، إيه الحقيقة لما دورت لقيت إن هو مش اكتشاف أوي. هو اكتشاف كعلمي الناس حققوه لكن الحقيقه ان ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن الموضوع ده في القران ايوه في القران اتكلم عن الرساله الايجابيه اللي بتاخدها من نفسك او تاخدها من الاخرين يعني النهارده زي ما قلت انا لو كلمت نفسي وقلت انا مبسوط وكذا هعمل كذا نفس الحكايه لو جه حد اداني رساله سلبيه بيخليني زي ما بنقول كده بيهبطني او يحبطني فتقوم العمليه تقل طيب وده حصل؟ اه ربنا سبحانه وتعالى وصدق الله العظيم قال ايه؟ لقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون اسمع الكلام ده كويس بيقولوا لمين؟ لسيدنا النبي اللي هو قال له الم نشرح لك صدرك يعني ربنا سبحانه وتعالى ادى للنبي من الخصائص في شرح الصدر علشان يستوعب الناس الكتيره قوي اللي هم هيهاجموه واللي هيعرضوه واللي هيبداوا يختلفوا معاه واللي هيبداوا يخرجوا معاه واللي هيبداوا يلقوا بالطوب واللي ه... القصص الكتيره قوي اللي احنا شفناها في حياه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى قال لنفس النبي اللي هو قال له قال نشرح لك صدرك يعني لك متسع كبير قوي علشان تقدر تواجه المشاكل النفسيه او الكلام اللي هيجي قال له عبارة عجيبة قوي لقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون الله صراحة كده صراحة كده هنا بيقول له أن الكلام المرسل من الناس ده هيعمل لك اللي احنا بنسميه يضيق الصدر أو الفرستريشن أو الدبريشن الإحباط أو الاكتئاب وبرده سيدنا موسى قال ويضيق صدري ولا ينطلق لساني انا لما بيحصل لي نوع من الدبريشن ده او ستريس ده انا بتوقف لدرجه ان انا مش قادر اعبر بالالفاظ عن الحكايه اذا الكلام اللي بيتقال لك ده بيوصلك لدرجه من الاحباط بيوصلك لدرجه الاحباط بيوصلك لمشاكل ده بيوصل احيانا لحاجه بنسميها الخرس الانتقائي وناس كنا كتير عارفة من اهل العلم في الطب في الصحه النفسيه والطب النفسي خلاص الانتقاء بيجي بعد ما انا باخد كميات كبيره من الاحباطات في الكلمات وافضل احطها احطها بيجي الخليه بتبطل تنتج طاقه والعقل بيقول لي مش شغال فبيحصل ان الخليه والعقل بيدوا اوردر للاحبال الصوتيه واللسان احنا مش شغالين ليه؟ علشان مش هتكلم ليه؟ علشان مش قادر ارد ومش قادر اسمع الكلام سبحان الله اللسان تقدر تسكته لكن الحاجه الوحيده اللي هي مفتوحه على طول الاذن فبتستقبل مش هنقدر نسدها واحيانا بنشوف ناس كتير قوي وده من العلامات الفارقه في التشخيص للناس اللي عندهم مشاكل اللي بيجي ينام بيعمل ايه برافو عليك بيحط المخده فوق ودنه ليه وكانه بيقول للعالم العالم كفايه كده انا مش عايز اسمع كفايه كده عليا قوي علشان كفايه الرسائل اللي انتوا عمالين تحطها لي لدرجه ان انا خلاص الخليه بتاعتي قالت لي ده احنا بوظنا الدنيا طيب مع الوقت ومع اللي بداوا روبرتو هوك في سنة 65 1665 ومع اللي اكتشفوا واحد تاني في 1910 و و لغاية يمكن 2016 2017 وهم بيشتغلوا على الخلية وعلى بيت الطاقة وبيقولوا ان هي دي اللي بتطلع لنا سر الحياة كله واللي هي بتوزع الجوابات زي ما قلنا على الجسم ما بتعرفش تكذب ما بتعرفش تزيف زي ما بتقولوا بتاخده حتى لو انت دخلت في قصة وهمية اللي هو التوهم المرضي بتاخد نفس الكلام وتوزعه بمعنى بمعنى لو انت قاعد من في ناس عندهم لو انت بتتفرج على فيلم او حاجة زي كده في ناس بتتأثر قوي بيتوحد مع البطل لو شاف البطل عيان ولا ماسك قلبه ولا ماسك صدره ولا اي حاجة من حاجات بتلاقيه جاله نفس الالم الحكايه دي بيسموها التمثل او ان انا اخد منك الحكايه دي واخدها وتجيلي في نفس المكان ليه لان الخليه ما بتعرفش تكتب اول لما تيجي تقول لها ده انا عندي شعور بالالم في المكان الفلاني بتجيبه وترجمه الالم وتبعت تقول لها ممكن اتفضلي ابعتي الرساله بتاعه التعب دي للمكان الفلاني وفعلا العقل بيستجيب ويبدا يحط الالم في نفس المكان وده بنسميه التوهم المرضي لو انا خدت الحكايه دي ومتصطتها واشتغلت عليها وقعدت اقول انا تعبان هتتعب هتتعب ده حقيقي ده حقيقي لان زي ما قلت لك حضرتك انت بتبعت الرساله خليها بتاخدها بتبعت لبيت الطاقه اشتغلي وتعبي وزي ما قلت هم ما بيعرفوش او ما بتعرفش تكتب وبيحصل منها التوهم المرضي وبيحصل منها اشكال الهروب وبيحصل منها اشكال الصدوع الصداع حاجات كتير قوي طب يا دكتور نعمل ايه؟ تعالى نقول ان احنا هنقعد نعمل عقد او الديل او اتفاق مع الخليه عندي مشكلتين مشكله خارجيه اللي هي ربنا اتكلم عليها الناس اللي بره بتديك كلام بيقفلك وهنتكلم في حلقه لوحدها عن المحبطين المحبطين بخير عن المحبطين اللي هم بيصدرنا الكلام الصعب والكلام المؤذي او انا نفسي مش مقدر قيمه ذاتي فبدات اتعب او ابعد الكلام ده يبقى الحلين هنا الحل الاولاني ان انا امنع او افصل ان انا اي حد من اللي بيكلمني كلام مؤذي او محبط اعتزل ما يؤذيك رقم واحد اعتزل ما يؤذيك اي حد عامل لك مشكلة بيصدر لك حكاية قل له شكرا كفايه كده علشان انا الرسائل بتاعتي بتاخد الرسائل بتاعتك بتاخدها وبشتغل عليها. نمره اتنين اللي هو اللي انا بعمله للداخل الانترنال اوعى تدي لنفسك احساس بالوهن او بالتعب سواء كنت هتمتصه او سواء هتفكر ان انا ما عنديش وما عنديش وما عنديش ومش قادر ومش فاهم لا ربنا سبحانه وتعالى عدل في عطائي فاداك ال 24 سهم بتوعك لكن انت حضرتك عليك تدور على الاسهم انك عندك تعمل ديل مع مع الخليه وتقول لها لو سمحتي تعالي انا مش فاشل زي ما الناس بتقول او زي ما افكر انا عندي نوع معين ربنا خليني فيه لي ميزه وفي حاجات تانية مش عارفها مش عيب خالص انا استثمر الحكايه دي ابدا اعمل ديل مع عقلي اتفق معاه يقوم العقل يسمع الكلام يقوم الكلام ينزل في الخليه تقوم الخليه مترجماه توصله اعمل ايه يا دكتور باختصار من فضلك كلم نفسك كلام ايجابي ابدا شوف ايه المميزات اللي ربنا اداها لك والعطايا والهدايا والنمره اتنين اعتزل ما يؤذيك بلاش تسمع من حد صدق نفسك صدق جسمك صدق احساسك نمي احساسك والخليه بتاعتك هتستجيب وهي اللي هتاخدك وتطلع بيك قدام هستناك عشان تقولي لي ايه اللي حصل وقاومت المشكله دي ازاي وقول نتيجه نجاحك اكتبه لنا علشان ناخده وننقله لناس تانيه عايزه تنجح زي ما انت ان شاء الله هتنجح واشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله سلام عليكم